الحب هو من الأشياء الجميلة في حياة الإنسان، ويقال عنه أنه سهم يضرب مرة واحدة في العمر. ولقداسة الحب جعل له عيد منذ القدم، ولمن لا يعلم فإن عيد الحب أو كما يعرف بالفالنتاين هو احتفال وثني بإله الحب عند الوثنيين، لكن مشى عليه أجيال من شتى الديانات وحتى المسلمة منها. أنا من الناس اللي أيده، نحب هذا الزوالة، نحب هذا الخرجات. وإحنا عيد الحب نجوز زوه نوم أخش، إحنا كل جيل وجيل وكيف فهمه شو ما تعزوه كل شيء يزيستي عندهم، أنا دوكا يزيستي عندنا وأنا نشيل وردة ليما. وفي الجزائر تاريخ 14 فبراير يمثل مناسبة تتزين لها المحلات استعدادا لاستقبال المحتفلين بهذا العيد، والذين يقبلون على الورود للتعبير عن حبهم في هذا اليوم، كما يرفض البعض الآخر تلخيص الحب في يوم واحد باعتباره تقليدا أعمى للغرب بعيدا كل البعد عن ديننا الحنيف. كان يحبوه يقعدوا ما يقعدوش في الطريق يتلعبوا وتمسخروا ببنات الناس، يروحوا يخطبوهم بالطبع وش عندهم مواليهم، فهمتيني؟ تسمى احنا نورمالمون لي زالجيريان نورمال خاطينا. انا في عمري 50 سنه اختي، بكري ما نسمعوش بهذا العيد. شغل تعلقنا بالمدنيه الاجنبيه بزاف، تسمى ماناش متعلقين بالدين تاعنا اللي تسمى ماناش نحتفلوا به. صح كل واحد كيدير كيما يحب في راسه. ومن جيل الى جيل يختلف معنى الحب وتختلف معه النظريات، فمصائب قوم عند قوم فوائد، فالكثيرون يرون في هذا اليوم فرصة لتجارة رابحة، خاصة محلات الورود. الحب إذن يبقى معناه وسمة من وردة تهدى، ويوم ينتهي بغروب الشمس، فالحب يتجلى في التقدير والاحترام للنصف الآخر مدى العام، ولا مانع من إهداء وردة من حين لآخر. الحب تعليز حوالي زوجة، صح حتى نموت هم الحب.